مرحبا بكم شباب. الاستشارات النفسية موضوع حساس جدا اليوم على وهو أنت ناسق الألوان. يوجد بعض أنواع الشباب اللي هو أكيد أنتم من عندهم، دول اللي يحبون يلبسون الألوان بكثرة يعني شيء بكثرة، مثلا البوتين، الشوز البرتقالي، البنطلون أحمر، التيشيرت أصفر، يعني هاي الألوان الأوفر الزايدة الفسفورية اللماعة البراقة اللي لبسوها. مدى أتكلم عن البساطة، اصلا البسطاء احلى لبس لبسهم بسيط وجميل، واني ضد اللي هاي المحابس الكبار والقلادات وعود يلبس الملابس كلها ماله ماركه كلاوات ودعايات هاي مال ماركات واشمرين بها على الناس. اغلى سدراني لابسها بالتنزيلات 25 ل 35. المهم ذولا ما اعرف الشباب شنو اللي يعجبه انه هو يلبس الوان كثير ومراهمه مع بعض. اوكي يعني اشتريت لي تيشرت احمر، ما لازم عمي كريستيانو لبس قميص مشجر، حلو اوكي مشجر احمر، بس رهمه على بنطلون مثلا اسود ساده يقعد عليه يرهمه. فانت دخلت على المحل نفس البنطلون الاسود موجود يما بنطلون اخر، هو ما يختار الاسود اللي يقعد على الاحمر شويه، هذا يختار بنطلون وبنطلون اللون ماله الطحال بنفسه محتار بلونه، يعني هل هو اخضر مصفر لو اصفر مخضر لو اخضر مخرف، واحد من هاي الالوان. يقعد لك يا بالاخير على فد شوز اصفر برتقالي اسفنجوني رهيب، يطلع الكوكتيل اللوني تشبع بيه هالتلويصه اللونيه ما تشوفه حتى بالدولمه، غريب المشهد. بس انا لو من ابو مشمشه المرطبات اللي بالكراد ابو العصاير، ذول الشباب اجمعهم كلهم وقعدهم وشربهم عصير من الصبح لليل وكل عصير. ليش؟ لان هم دعايه مجانيه مال عصير كوكتيل، لبسهم كوكتيل كيوي على فراوله على موز على حليب الكاكاو، يعني فتشي رهيب، يعني مستحيل احسن من هيك. مره بمحل مال مرطبات قاعدين، فواحد هيك حاره طالع على روحه من ملابسه فيريد يشتري ايس كريم دندرما، هن كانوا يسموها دندرما، فانت تاخذ بوسكت ابو الدندرما تحط له اخضر، حطيت فوقه احمر، حطيت فوقه اصفر وشويه ابيض فانيلا، بيها شيء قاعد واحد محتار. ليش مو من بعيد شوف لك واحد سبحان الله لابس نفس الدندرما مالي، اخضر من جوا الحذاء، فوقه احمر البنطلون، فوقه اصفر التيشيرت ماله، ومسوي له خصله بيضه صابغها من فوق. يعني يجي تفوكس شويه تفوكس غريب، بردت اطياها اقول له ما شاء الله مرهمين سوا، اخذوا سيلفي مع بعض ترى طشه رهيبه تكون كلش بيها. هذا الموضوع عزيزي التناسق. لا بس لا 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 بس قبل، هذول الناس هذول الشباب اللي يرهمون هاي الالوان اقل عرضه لحوادث السيارات. قول لي شلون، قول لي شلون ذول بعض من كثره الالوان وفسفوريه احمرها واخضر فسفوري، لو ساعه واحده بالليل واحد سكران سايق وطافي وشافه من بعيد يعني وخر، يعني مبينين ولماعين وبراقين لا والمودم الاحذيه والبوتينات اللي نشوفها اللابسيه بيها اضويه انا اتذكر اضويه هاي عمرهم سنه، دول الاطفال اللي هاي بيها ويس ويس ويس، الطفل من يمشي وحد اول خطوات إلها وهي فرحانين بيه، انت هم اهلك فرحانين بك من اضويه بس عايزه الوسواسه بتي كم ما افتهمت مسكيلو دندرما. يا حلوين ويا حلوات المثل شي يقول، اكل اللي يعجبك والبس شنو اللي يعجب الناس. ابداعتي اني اجي حياتي اكل عوافي اكل تبوت حياتي اني اوكلكم بيني، بس لبسوا الوان حلوه. ليش دا اتكلم بهذا الموضوع؟ هل هو انتقادي وهاي مو طبيعتي؟ اكيد لا، لاني حاب انه اقدم علم النفس الحديث في اطار لطيف يوصل للناس يسهل الامور والحياه عليها، منها الالوان والتناسق اللي انفضحتونا بدعتي. يعني اذا تمشون نص كيلو دندرما مشكل بالشارع، اذا تلبس هذه الالوان حتى تجذب النظر عليك فهذا نفسيا خطا، عليك ان تعمل على نفسك تجذب الناس مو بالالوان اللي تلبسها، بشخصيتك والكاريزما. اما اذا تلبس هذه الالوان الكثيره والفائعه والبراقه واللماعه لانك ما تعرف بتنسيق الالوان فمو عيب انه يتعلم. انا لحد هاي اللحظه اتعلم وراح ابقى عمري كله اتعلم، اسال اتابع ابحث شنو الالوان تناسقها شلون البسها حتى اطلع بواجهه جميله بالمجتمع. هدفي هو مصلحتكم، ابوس ايدكم لا ترهموا لي الالوان الطحلبيه على الاسفنجونيه، احبكم جدا، الله محبه ويحبكم جدا. أحبكم.